طيب تعالوا كده نروح، انتم عارفين طبعا انه مسلسل جميله اللي بيذاع على شاشه القناه الاولى وبيذاع ايضا يعني على شاشات اخرى للنجمه ريهام حجاج، وريهام حجاج في هذا العام يمكن بتقدم موضوع مهم جدا وبتحقق الحقيقه يعني نجاح، وهو من المسلسلات اللي محققه نجاح كبير على الشاشه لانه كمان الموضوع مختلف وفي كمان كده يعني مهمه هي بتقدمها وهي طالعه في النيابه في سلك القضاء وقد ايه المهمه دي بالنسبه للمراه كمان انها تتولى ده بثبات وبهمه كبيره. المسلسل فيه تفاصيل كتيره وكواليس كتيره والنجوم الحقيقه يمكن في منافسه حتى في التمثيل، مش بس ريهام حجاج طبعا النجمه ولكن كمان سوسن بدر الحقيقه عامله دور كبير في المسلسل. خلينا نروح لمخرج العمل الاستاذ سامح عبد العزيز. مساء الخير يا فندم. مساء الفل استاذ شفتي، ازي حضرتك؟ يعني انا بشكرك جدا لان مسلسل الحقيقه السنه دي ريهام عاملين مجهود وخليني اقول انه فريق العمل كله الحقيقه عامل مجهود كبير في المسلسل. الحمد لله، ورا الكاميرا قدام الكاميرا الحمد لله كل في حالة جميلة وإن شاء الله تكمل على خير بإذن الله. إن شاء الله. فكرة كمان إنه البطلة موجودة في سلك القضاء ده برضو بيخلي في المعالجة والكتابة والتناول بيخلي أيضا يعني في عايز أقول في انتباه لإنه الأداء يبقى عامل إزاي، الدخول يبقى عامل إزاي، الملابس طبعا، الشخصية، الانفعالات، فكلمنا شوية. المفاجئ إن في يعني نسبة كبيرة من الوظائف المهمة تشتغلها المرأة فعلا. صحيح. ده بقى لنا سنين يعني. ناقص بس نلقي الضوء على عشان النت مش عارفة كده. لكن لا، أنا شايف المرأة دلوقتي بقت رئيسة نيابة وطيارة وكمان في السلك الحربي كمان. طبعا لا، وهي كمان يعني انت كمان مساعدها كمان في الاداء في التصوير، الجديه اللي هي طالعه بيها ان هي ما بيهمهاش حتى لو حد من اهلها عامل مشكله، هي عندها يعني شرف المهنه زي ما بيقولوا اهم من كل شيء. لا، وريهام بتركز في التفاصيل جدا وموهوبه جدا وبقى عندها نضج كده بيريحني خلاص. خلاص بقيتوا عاملين فريق عمل. المنافسه السنه دي كمان قويه، الفنانه سوسن بدر، عبير صبري، اسماء كتير عشان ما ننساش الحقيقه، كلهم عاملين ادوار مختلفه. ادوار مهمه، وهاني عادل حبيبي واحمد وهاني عادل طبعا، ويسرى اللوزي عامله دور. ايوه يسرى اللوزي كمان وجودها مهم جدا مع ريهام، يعني في كده يعني منافسه حلوه في التمثيل. كلهم لان الخطوط كلها متشاركه، والاستاذ ايمن سلامه المره دي كمان عامل يعني دور ملوش لازمه، وكلهم مترابطين. اكيد انتوا خلصتوا تصوير ولا لسه موجودين؟ والله لسه استاذ شفتي هو صور حاله، انا يعني لسه بتصور. طب ما تقول الاحداث اخبارها ايه؟ جميله هيحصل لها ايه؟ يعني جميله دايما عندها مفاجات. حلوه كتير، احداث حلوه كتير. ايمن الحمد لله السنه دي عامل اكتر من كذا فيلم جوه المسلسل. اكيد. انا بشكرك ومش عايزه اعطلك، وعارفه ان انتوا بتشتغلوا ومش عايزين جميله بقى بتشتغل في السلك القضائي تعمل لنا مشكله، فيعني انا بشكرك شكرا جزيلا، اتمنى لكم التوفيق وان شاء الله لنا يعني كلام كتير بعد انتهاء العمل كامله من طبعا في الكواليس وايضا من الاذاعه.